جديد فاضل، فاضل من جديد، ارسال هجومي لاستقبال هناك، وضاحي حاول فيها ولكن طبعا ضاحي ضاحي كل فريق عن دوني الاندونيسي، استقبال هنا تاتي الامور وينجح فيها، ينجح فيها اللاعب. الشاخوري واستقبال حلو حلو من صبيح، صبيح يعطي المطلوب هنا المتابعه، يعني كره حلوة. طبعا نشوف اللاعب الكاميروني، الكاميروني كودي ينجح هنا، صعب كودي صعب، ولكن يعني علي 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 سلطان، علي سلطان يعني تابع كره بالقدم، لاعب مميز قد يكون هو في كره القدم. استقبال هناك تاتي الامور حلوه، هذه حلوه جاسم، جاسم واحده واحده قوية. اربعه اربعه حسن ضاحي، شوف الى محمد ضاحي، لكن فاضل تدخل، كره اسقاط، المتابعه حاضره من جديد، الاندونيسي الله تاتي الامور هناك، وحلوه هذه من محمد هادي عوضها في تعامله بير فاضل عباس، كودي تاتي من جديد، المحرق المتابعه حاضره هناك، وايضا نشوف جاسم، جاسم يغير واحده جديد، خمسه خمسه النتيجه، الشبكه كادت الشبكه، لكن ابو حبيب هناك تاتي من جديد، الله يا كودي، الله يا كودي، كودي محمد عادي مع الارسال، وين وجه هناك الى صبيح، تاتي الامور من جديد، حوائط صد، لكن صبيح صبيح عادل، صبيح ابراهيم، ارسال هجومي فاضل في الاستقبال ومحمد حبيب، ولكن تاتي الامور الان، صبيح من جديد، علي خير الله يتابع، فاضل عباس يضرب بقوه، علي سلطان هناك، الليبرو الاندونيسي يضرب بقوه، حوائط صد تعود، وصبيح ابراهيم، ولكن حوائط الصد محرقه قويه تعمل، جاسم جاسم الله، خان الثاني من لقاء طبعا الجفيري نصر، وطبعا احمد جواد اين يوجه الكره، احمد جواد الى فاضل، فاضل وتأشف شيء، الله خبره خبره هذا الرجل، خبره فاضل، ردت ممكن تطيق في العصا الهوائيه الحايكي هناك، صبيح تاتي الاندونيسي، يا سلام من دوني، يا سلام مباراه، عيسى عباس مع الارسال، نشوف عيسى يركز على مين، على محمد هادي هناك، ويضرب بقوه، قدم الان هناك كودي يضرب بقوه، المتابعه حاضره الاندونيسي، هنا جاسم، جاسم يا سلام يا سلام من جاسم تركي، هذا الشاب الانيق، يمكن الثانيه او الثالثه فاضل لم يوفق في متابعه الكره لجاسم، هنا تاتي الامور حلوه، هذه ايضا هنا الطائره البحرينيه تاتي من جديد، استقبال هنا وحائط صد لم يكن، كودي ارسال هجومي، صبيح شوف صبيح الان صادوه صبيح لانه غير يعني حاول فيه محمد، الله من محمد حبيب الان يزداد الى ثلاث، قاط كودي من جديد، ارسال هجومي، استقبال ما كان موفق، تاتي من جديد محمد حبيب، المتابعه أوه. دائما لما نقول المحرك يتقدم بفارق اربع نقاط، دائما نقول الكره الاولى هي مهمه، مهمه الكره الاولى من الشوط الثالث، محمد هادي استقبال هناك ايضا غير موفق، وفاضل عباس، الله يا فاضل يا عباس، نقطه لفريقه ويصعد بالنتيجه الى فارق خمس نقاط من جديد، صبيح طبعا هناك، وينجح هذه المره صبيح في التعامل مع حوائط الصد، شوفه غير راضي فاضل، فاضل غير راضي على الكره هذه، وصبيح طبعا يعني اللاعبين احمد ينجح، ينجح احمد، استقبال تاتي الامور الى ايضا الى خارج الملعب، لم يوفق فيه جاسم،
نقطة الشوط، نقطة الشوط لمصلحة المحرق، والفرق 8 نقاط الآن، يعني فرق كبير. ضاحي المتابعة، شوف حوائط الصد المحرقاوية أيضا. هنا تأتي الأمور، فاضل عباس، كرة إسقاط أيضا، حضور. هنا تأتي الأمور، فاضل، شوف شوف فاضل يضرب بقوة في حوائط الصد وينهي اللقاء لمصلحة المحرق. طبعا 25-16 في يعني فوز المحرق بثلاثة أشواط بدون أي رصيد من الأشواط.